وبينا الان على واحد السيد اللي كتثقوا فيه اللي نورمالمون هو اللي دخل في هاد لافير. حنا اليوم حاضرين باش نشوفوا هاد لافير اللي وصلتوا لها، الاتفاق اللي درتوا بيناتكم على اساس ان عندكم مطالب اللي السي اكرم كيوافق عليها، واللي هي الخيرات تفتح يمشي بحاله يمشي بحاله في الخط ديال العام، والخيرات اللي تفتح والبورصه الصحفيه اللي حنا فيها الى هادشي اللي كاين. اكرم لا ميم شوز، هو يقول لي الخيرات تفتح المطلب الثاني هو ان الناس اللي كاين حاليا في الوداد واللي سيروا الوداد واحد بالنسبه سنين وما نشوفوش في السيره ديالها خصهم متخصصين يشوفوا حاجه. هادشي زعما هادشي سي كلير انات، وحيت دابا حنا علاش دابا كنحطوا لو بوان كنحطوا هاد النقاط على الحروف باش في شهر 6 ماشي عاوتاني الوداد دير بطوله ولا ما داش البطوله وبدا عاوتاني لا وخصنا هذا و 67 اديرون اللي كتصوت 67 اديرون اللي كتختار داكشي. شفنا حتى النقاط على الحروف، حنا درنا ديسيزيون ديال البويكو حيت هي اخر ديسيزيون حيت عندنا اخر حل بقى عندنا هو البويكو. ملي درنا البويكو دخلوا دابا ناس بغاو الوداد بغاو جمهور الوداد يرجع للملعب بغاو جمهور الوداد يسال هاد الفرقه هادي. المطالب ديالنا باش حنا نرجعوا للتيار ونساندوا الوداد ونفعوا الوداد باش ديال 10 18 هو ان خاص المطلوبين هادو يتحترموا ويتصرحوا قدام الناس كاملين وقدام الميديا كاملين. المطلوبين الرئيسيين هما الخيارات تفتح والناس اللي كيسيروا الوداد دابا يتونجاجاو قدام الناس كاملين. بارالمون شنو شنو غادي يكون؟ يتونجاجاو الناس كاملين دابا اللي كيسيروا الوداد يتونجاجاو بانهم شهر 6 غادي يحطوا الصوات وغادي يمشيو يخليو الفريق الناس اخرين، حيت هاد الناس ما نجحوش في السيارة دابا. هادشي ماشي عادي، ماشي عادي شحال من واحد سيارة طرقة وما نجحش فيها. يحطوا الصوات ويمشيو في شهر 6 وحنا هاد المطالبين ديالنا تصرحوا وكانوا المطالبين تحترموا وتصرحوا قدام الميديا. احنا راه حنا غنفلا في الموقع الرسمي ديالنا غادي نصرحوا باننا حنا غنرجعوا للملعب وغنساندوا الوداد ابارتير الدوره الماتش اللي غيكون عندنا البريمير ماتش في عندنا في الرجوع دور 19. استشواذ ولا شي حاجه يمكن حتى الفهم ديالو تيكون غلط. انا ما تنهضرش على الوداد ديالي، انا ما عمرني عيطتكم نتوما سبيت الشتم فيكم نتوما ولا انا تكلمت على الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالوداد. هذا خليل وتيسبوا لينا في هاد المشاكل، انا ماشي ما عندنا حتى مشكل معاكم نتوما ولا حتى انا فهمتوها غلط ولا حتى انا يمكن تفهمت غلط. انا طلبت منكم المساحه ودابا كنطلبها، انا ما عندي حتى علاقه باش نسبكم ولا نشتمكم. ما تنشتمش الوداد ديالي، الوداد ديالي راه فوق راسي وعينيا، الجمهور راه فوقنا كلنا، حنا ما تنقولوش راه إلا ما كنتوش نتوما راه حتى حنا ما كايناش، وأنا راه جاي من الجمهور، حتى أنا راه جيت أنا كنت محب الوداد وجاي من الجمهور، أنا علاش ما بغيتش نطلق الوداد باش ما نطلقهاش باش ماشي هذاك نطلقها دابا، نطلقها دابا أنا مرحبا إلا كاين هذاك ماشي هذاك، ولكن حنايا غير على الوداد، ماشي عندنا السواد راه ما عندناش السواد. باش نكسب لك راه السوالف ما انت واحد ما عندوش يسالك، الوداد راه ديال كلشي عنده سالوتها.
بالنسبه للمقاله ديال السب والقذف حنا ما كايناش بالنسبه للمقاله ديال السب والقذف حنا ما كايناش السب والقذف حنا تقال فينا اي حاجه بغات تقال ما عندناش مشكل نهائيا في السب والقذف حنا هادشي هذه النقطه اللي جات لا نتوما ولادي ما خديناش هذا القرار ديال البويكوت حيت الناس راه شويه غاطيه خصنا نشرحوا الراي ديالنا حنا ما خديناش القرار ديال البويكوت حيت حنايا تعايرنا وحنا حيت خدينا قرار ديال البويكوت حيت الوداد حسينا بان الوداد الى مالجيري هذه الفرقه هذه الى دخل مالجيري الفرقه هذه ما مجريش بطريقه جيده وهاد الفرقه هادي اللي كتبغي 20 مليون ديال الناس كيسيروا 67 اديره 67 منخرط منخرط انا سمح ليا منخرط ما كتقول انت منخرط كامل داكشي وعمر منخرط عمر ما تفتح بصفه قانونيه وعمر الناس ما جات اديرات وخلات الناس اديره منخرط ودابا هاد العام عاوتاني غيدار منخرط ويبقى بنفس السيستم ديال الباريناج حنا هادشي بعيد علينا باش نتفاهمش غيبقى بنفس السيستم ديال الباريناج خاص جوج ديال لي مومبر ديال الكوميتي ديال الوداد يتباروا مع بعض الله اي واحد غادي يجي مشكل دابا انت غادي تجي تاضي راه بدا السي عادل عمر غادي يقول لك انت ما كنعرفوش انت ما كنعرفوش مشاريع ما قبلوكش علاش جوج باش ما قبلوكش هادشي حنا ما غاديش انا ما غاديش نمشي واحد هادشي بعيد علينا هادشي حنا المطلب ديالنا حنا كما قلتي انت كنتمناو حنا كما قلتي انت كنتمناو حنا واحد 3000 ديال الناس تجي واحد 100 ديال الناس واحد 200 ديال الناس هذاك الشيء هو ولكن ماشي بدا من بعد بديت منعو ماشي بدا ولا بعد لا لا حليناه اليوم احنا اللي حليناه اليوم وتتمناو غدا واحد 100 ولا 200 غدا تكون هادشي اللي كل نهار تكون 1000 ولا 2000 راه مزيانه لينا حنا لا ما عندناش مشكل حنا ما تنحبسوش الناس ها كما قلت لك راه الوداد راه ما عندهاش السواس الوداد راه ملك الجميع راه ماشي ضار تنسدوها ولا غادي نسدها ولا ملك الجميع ملككم نتوما وملكنا حنا ملك كل ودادي راه في الملك ديالو من حقه يهضر عليها نتوما هضرتوا عليها حتى انا راه تنهضر عليها كما نتوما عندكم حق تهضروا على الوداد انا راه عندي حق نهضر عليها حتى انا عندي حق ندافع عليها ولكن حنا ماشي مشكل حنا دابا حنا كيما قلتو بغيتو الصلح حنا راه حنا الصلح راه حنا ماشي كلمة الصلح ماشي كلمة اتفاق ماشي كلمة الصلح باش نتفاهمو حنا هادو التأويلات ديال الصحابة راه غيبداو يتأولو غدا باش حنا نجيو نتفاهمو حنا باش نتفاهمو اسمعني اخي بس اسمعني والله لا والله الا سمعتها سمعتها شوف لو ميساج ديالها نادك لا والصحفيين اللي كاينين لا باش نتكلم مع سي علي اسمح لي نقاطعك انا كنقول لك تاكد حنا ما عندناش مشكل مع الاشخاص حنا ما عندنا مشكل مع شي واحد باش ضربنا شي واحد باش دار لنا فلوسنا ولا حنا ما عندناش مشكل مع الاشخاص حنا عندنا مشكل مع المكتب المسير اللي كاين دابا والكيسير الوداد علاش حيت هاد الفرقه كون كان هاد المكتب المسير ضرب عاد ميتين في هذا الشيء اللي كنقول اولا ولا زيدوا فوق الشافه ما نجردوا بهم والناس عارفه شنو اللي كاين ولكن هاد الناس ما نجحوش في التسيير اقل منهم حتى شي حاجه هنايا راه كنت شرو على تسع سنين اللي دوزو والتضحيه اللي دوزو ولكن صافي حاولوا باش الناس اخرين يجيو يخدموا هاد الفرقه هاد وهاد الناس اللي غادي يجيو حتى هما غدوا بعد بينا ما داروا والو داكشي حنا ماشي نخلوا ماشي غادي يفوضوا لهم العام الاول هذا غنخليو الناس كلسيه مع سنين تخدم ما كان والو حتى هما غنفوضوا لهم غنمشيو نشوفوا بحالاتهم حيت الديمقراطيه هي هذه الجمهور ديال الفرقه راه هو اللي كيسير الفرقه الجمهور راه كانت نتائج غادي مزيانه وكانت امور غادي مزيانه راه غادي يدخل غادي يساهم في الفرقه غادي يشيفوا حنا راه كنا معويله في راس سبع سنين راه نهار تكريير جروب ثمان سنين دابا وحنا مشينا مع الفرقه في المشهد مشينا للاردن مشينا لمصر مشينا لسوريا مشينا لكاع القناة ديال العالم مشينا مع الفرقه ولكن اليوم كاين مطلب واضح وان هاد الناس هادو فقدنا في هاد الناس الثقه بان هاد الناس ما كاينش بوادر ديال ان هاد الناس يقدروا في الدار باش يصلحوا الفرقه يعني صافي دابا الجمهور ماشي مطلب ديالنا انا ولا ديال الدري ولا ديال حنا ثلاثه ديال الناس مطلب راه في الصباح 4000 ديال الناس اللي تلاقينا مع الناس الباب اللي تجمعوا ديال كاع الدروبه وصلوا لهم الناس المطالب ديالنا هما المطالب ديالنا دابا باقي ما حيت بقينا ما سمعنا حتى شي حاجه بقينا المطلوبين اللي قلنا خصنا نسمعوا المطلوبين بانهم يتصرحوا قدام الميديا كاملين باش حنا نديروا هادشي اللي قال هادشي اللي قال علاش هاد المطالب ما قلتهاش قلت لك الخيرات راه محلول الخيرات راه محلول اللي بغى ينخاط مرحبا به عيب علينا لا جينا قلنا لكم هذا ما ينخرطش ولا هذاك ما ينخرطش اللي ينخرط مرحبا انا قلت لك جيب الا كاينه 3000 اللي زدت 3000 جمعها كلها ولا 1000 ولا 500 ولا هذا مرحبا بهم لا مرحبا بهم حنا ماشي ما تنبوش لك ما تنبوش لك قلنا لك مرحبا بهم الخيرات اللي جاي ينخرط راه الوداد ينخرط راه فيها يجب تكون فيه القانون الشرعيه ديالو مرحبا به يكون عنده فيه شونتر برومتريك معقولة يكون في لاكارت ناسيونال وجوج تصويرات ومرحبا به جوج يخلص بامبي اللي مشي يخلصها ما يجيش عندنا مشي يخلصها في مشي يخلصها في البنكة في البنكة ويجيب لنا الروسي ومرحبا به
الخيرات راه مفتوح. واخا النقطه الثانيه، النقطه الثانيه حنا قبل ما تجيو نتوما تطلبوا بهذا الطلب، حنا عاطينو قيمه قبل، لان صيفطنا كتبنا درت استجواب مع الصحافه، درت استجواب مع سي علي العماري بان انايا لافان ديال جوان راه ما غنبقاش، لافان شامبيون راه ماشي تا جوان، لافان شامبيون راه ما سالي شامبيون باش ما نهرسوش الوداد دابا في باركور هادشي اللي غادي فيه. وفي جوان راه ما ترشحش لان الموندا ديالي سالات، ما ترشحش انا ما غنترشحش لولايه اخرى، هذا واحد مني. انا ما مرشحش لان انا قلتها قبل هذه شهر هذه ولا شهر ونص قلتها، انا باقي تنأكدها اليوم بان انا ما ترشحش، والمكتب الا ما ترشحت انا راه ما كاينش مكتب. يلا ها الله يحفظك صافي.